من أجل إشراك الشباب في مبادرة للعمل والحد من البطالة والوصول إلى تشغيل 1,000,000 شاب في 5 سنوات. الرسالة اللي أنا بوجهها لكل شباب مصر، إحنا كمصريين في الخارج بندعمكم واقفين معاكم وجايين مخصوص النهاردة عشان نقول لكم شد حيلكم، بلدكم محتاجاكم. النهاردة عايزين نبني بلد مصر، بلد جديدة بعد تخلص من الجماعات الإرهابية. النهاردة عندنا تنمية، النهاردة عندنا مشهدين على الساحة، مشهد إرهاب ومشهد تنمية، فأعتقد الشعب المصري واعي جدا وبيقدر يحدد مصيره. النهاردة إحنا بنقف وراء كل شيء يرجع الدولة المصرية إلى عصورها القديمة، إلى تنمية واقتصاد قوي العالم كله يشهد له إن شاء الله. إحنا بنشارك النهاردة في برنامج التلج عشان ندعم صندوق تحيا مصر. أنا مشارك النهاردة في مسابقة التلج في حب مصر عشان نتبرع كلنا صندوق تحيا مصر، وانا مهمتي ان أأهل بدنيا شباب مصر زي ما اتأهلت بالمجان. انا بشارك في مهرجان التلج عشان ندعم صندوق مصر. انا هشارك النهارده في مهرجان التلج لتحيا مصر وهتبرع بجزء من مصروفي للصندوق. انا جاي النهارده ان شاء الله هعلم كل طفل في بلدي زي اللي انا اتعلمته في كل حاجه، في الرياضه وفي كل حاجه انا اتعلمتها. حملة روحي مجدها تدعم الشباب من كل الأعمار لدعم صندوق تحيا مصر بثاً للروح الوطنية وزيادة التنمية ودعم الاقتصاد المصري. شباب وتحس انك انت زيهم كده، يعني بنتلكك ونتمسح فيهم عشان نفضل شباب على طول زيهم. طبعا احنا النهارده بصدد الحديث عن مبادره لطيفه جدا ومهمه جدا دشنها مجموعه من الشباب، هي مبادره روحي مجدها. يعني ايه روحي مجدها؟ يعني احنا بنفدي مصر وطننا بارواحنا وقادرين على ان احنا نعيد مجدها الاول. ازاي؟ من خلال مجموعه من الشباب اللي احنا بنعتقد انهم ممكن ما يكونش عندهم اراده قويه قوي زي شباب زمان دايما بنقارن، لكن لا، على العكس هم عندهم اراده قويه جدا، عندهم مجموعه من الافكار والمشاريع لتقدم ونهوض هذا البلد وعلشان يجعلوا منها مصر المجيده بجد، مصر الخالده مش بس زمان ولكن ان شاء الله في المستقبل. هنرحب بمجموعه الشباب ونعرف منهم اكتر ايه هي مبادره روحي مجدها. معانا حسام عزمي، اهلا بيك، واحمد محمد، ازيك يا احمد، محمد اشرف اهلا بيك، ومازن حسام اهلا بيكم معانا. صباح الخير يا شباب، حلوه الفكره عجبتني يعني، وكانت منتشره جدا على الفيسبوك واخذت نوع من انواع السخريه شويه، لكن انتوا قررتوا ان انتوا تقلبوها بشيء جد، صح كده؟ تمام. يلا حسام قول لي ايه الفكره ازاي؟ روحي مجدها قايمه على تنميه الاقتصاد في مصر. اول حاجه مسابقه التلج دي عملناها جزء برضو من تنميه الاقتصاد واللي هم هيتكلموا عليها بعد شويه، وهنعمل حاجات تانية، والحاجه الجايه ان شاء الله هتبقى عن السياحه. لا كلمني عن فكره التلج نفسها والفكره جت لكم ازاي؟ فكره التلج هم هيتكلموا عليها. طيب تمام، اتكلمنا عن المبادره، فازاي المبادره دي يعني نشات اولا وازاي جمعتوا بعض؟ لا احنا كنا قاعدين مع بعض عادي خالص، فكلمه في كلمه وجبنا الفكره، وكان معانا ناس كبيره قلنا لهم الفكره وكده عجبتهم وعملنا الفكره. طيب ايه هي الفكره بقى؟ بس هو حضرتك، بس هو في استاذ اشرف هو اصلا يعني اللي كلمنا في اول في الموضوع وقال لنا الفكره، فاحنا وافقنا وشفنا الموضوع كويس، بس هو اقترح تحدي التلج مع رؤساء الاحزاب ان احنا نقدر ازاي نعمل دخل لصندوق تحيا مصر، وان احنا نشوف اغنياء مصر او ناس اذا كان مثلا رؤساء احزاب او مثلا ناس مهمين او ناس سياسيين ازاي يقدروا يتبرعوا لصندوق تحيا مصر. احنا عملنا تحدي التلج، احنا بنقول اذا كان احنا هنعرف نتحدى التلج، احنا انتوا هتعرفوا تحدوا التلج او تدفعوا جزء لصندوق تحيا مصر او تدفعوا مبلغ
يعني كانك سياسه كده مثال العقبات اللي ممكن تكون مواجهه لاقتصاد مصر وان مصر جامده في الثلج فاحنا هنتحدى في الثلج كده وانتم بالظبط علشان مصر تنهض وكل واحد تحدوا بقى كل السياسيين والاغنياء ان انتوا كمان تتحدوا زينا بالظبط وكل واحد فينا هيعمل مشروع او كل واحد فينا هيعمل حاجه هيقوم بيها ويعلم غيره فيها يعني انا مثلا اتنميت كامل التنميه في التاهيل البدني انا دلوقتي كشاب عندي 16 سنه عندي استعداد ان انا انمي اي حد تنميه بدنيه كامله ازاي اتعلمت تدريبات نظام اكل نظام اكل صحي وهكذا دربت على الكلام ده دربت على الكلام ده وخدت فيه كورسات خدت فيه كورسات وتنميت فيه كويس جدا بقدر ان انا انمي اي حد باي نوع جسد يعني كله انتوا كمجموعه شباب هتعملوا ده ازاي انتوا هتقدموا ايه لمصر وفكرتوا ازاي ان كنتوا يعني حطيتوا خطه معينه ان كنتوا تشتغلوا عليها لا احنا اسمه ايه ده احنا بنحاول نعلم الناس اللي هي ما اتعلمتش مية وبنتحدى اللي هم رؤساء الاحزاب ان هم مثلا يدفعوا فلوس لو ما قدروش لصندوق تحيا مصر لو ما قدروش يتحدونا اللي هو تحدي التلج ده يعني هو حضرتك مثلا يعني محمد مش مثلا يقدر يعملها يدفع فلوس بالظبط صح كده بس قول لي واحنا بنساعد مثلا مثلا محمد داخل مثلا هيساعد مثلا محو الناس في محو الاميه او يساعد ناس شباب ان هو يقدر يعلمهم حسام مثلا في التاهيل البدني انه يقدر يعلم مجموعه شباب ازاي يكون في تاهيل بدني بالظبط كل واحد فينا موهوب في جزء هيحاول يعملوا مجموعه كبيره معلومات مثلا كل واحد فيكم يتكلم عن الجزئيه اللي اختارها علشان يفيد بيها بلده يعني واحد طبعا احنا اتكلمنا عن محو الاميه هنرجع لها تاني او عن تعليم التاهيل البدني حسام انت اخترت ايه الجزئيه مجموعه معلومات انت في سنه كام اولا او بتدرس ايه انا طالع ثاني سنه ان شاء الله يعني متميز شويه في الكمبيوتر وفي وسائل الاتصال بالظبط فقررت ان انت تعلم الناس محو اميه كمبيوتر بقى تمام هتعمل ايه في الكمبيوتر نفسه كذا حاجه اي تي ويب سايت دريم ويفر فوتوشوب سوفت وير هارد وير بس قدم خدماتك يعني لاي حد يطلبها بالظبط المصريين كلهم يكون عندهم الثقافه دي بالظبط يوصلوا لك ازاي طيب عشان لو انا عايزه كورس اعمل ايه على الفيسبوك على الصفحه تمام. ممكن يخش على الحمله او يتكلم على الحمله في كل واحد كاتب نمرته كل واحد كاتب الفيسبوك بتاعه ويقدر يتكلم معانا ويقدر يتواصل معانا ونقدر نفيده بحاجات احنا جزء صغير احنا نعرفه او احنا كويسين فيه نقدر نفيده او نعلمه يعني دايما بيبقى لما بنتكلم على الشباب مجموعه اصحاب عايزين نتفسح عايزين نخرج الفكره الحلوه دي جات لكم ازاي وايه اللي خلاكم تجتهدوا قوي انكم تتجمعوا وتعملوا ده هو حضرتك كان في الاول استاذ اشرف هو جه اتكلم معانا في الموضوع ده قال لنا ده مدرس في المدرسه عنده لا ده ده حضرتك والد محمد وهو برضه يعني حضرتك مؤسس حمله يعني واحنا بنقعد معاه فهو كلمنا قال لنا شباب صغير بتحب مصر وتدور في مصر بحاجات واتكلم معانا في الموضوع دوت وقال لنا فكره التلج تحدي التلج ان احنا نقدر نفيد مصر حتى بجزء حتى مالي احنا ندفع او ان احنا نعمل تحدي التلج ووسائل الاحزاب يقدروا يتبرعوا للصندوق. طيب انت الجزئيه اللي انت متخصص فيها ايه؟ يعني مثلا حسام انا اقدر افيد الناس على مستوى محو اميه الكمبيوتر انا او البرمجه بالنسبه لك يا احمد. انا متواجد في التاهيل البدني وبسات حسام ومتواجد برضه في محو الاميه ومع محمد. احنا عندنا الشباب كلهم يعني الابدان عندنا تعبانه جدا يعني كل انا شخصيا ابني قد كده فممكن ابعته لكم تاهيله بدنيا وترجعوه لي كده يقدر يبني البلد ان شاء الله ثقافه الرياضه كمان نهله يعني نشر الثقافه دي مش موجوده عندنا كتير الشباب كتير بيضيع وقته يا اما بيلعب يا اما نايم يا اما على الانترنت او كمبيوتر بالظبط يعني او على الكمبيوتر صحيح لكن هي فكره انه انا يكون عندي نظام انا ماشي عليه في حياتي في الغذاء في النوم في الكلام ده كله الكلام ده مش موجود عندنا صح احنا بقى بنحاول نطبق كده بتكلم اصحابك بدات بالمجموعه القريبه منك طبعا باصحابي وبعد كده انتشر شويه يعني كل واحد من اصحابي جاب كل واحد ان شاء الله جاب واحد صاحبه بس انا عملت حاجه في الدبيه مصر طبعا انت
حافظت على صحه الناس، حافظت على صحه الناس. كان كتير برده في ناس بتقول لنا ده كلام اي كلام ومش بس احنا برده بنفضل مكملين للهدف اللي احنا عايزينه. اصل انتوا حتى لو جزء صغير يا اولاد يعني احنا في ثانوي، في ناس في ثانوي يعني لسه في بدايه حياتكم ومقتبل العمر زي ما بنقول، كل واحد بيعمل اللي على قده، فانتوا على قدكم بتقدروا تعملوا ده. اكيد الحمله دي هتتطور بعد كده مع الجامعه ومع ان انتوا تكونوا شغالين في اماكن، واكيد الفكره هيتطور. طب مازن قول لي بقى انت ممكن يعني هتشتغل على ايه؟ بابا هو مؤسس المبادره وبالتالي بقى بس فيك الافكار كلها، قول لي بقى الاهداف اللي انت عاوز تحققها، ايه اللي ممكن تعمله لمصر على قدك بقى؟ انت سنه كامله اهو. انا في اولى ثانوي. اولى ثانوي، ايه على قد تفكيرك وعلى قد يعني قدرتك الدراسيه تقدر تفيد بيه؟ احنا بنحاول يعني ندعم صندوق تحيا مصر، بنحاول نكبر مصر يعني. دعم يعني اكتر من نقطه انتوا بتتكلموا فيها، انت اتكلمتني ان على مجالك انت حاول تعمل تشارك في محو الاميه مش كده؟ بتشارك ازاي؟ فهمي بس عملتوا ايه؟ ايه الخطه اللي وضعتوها لكده؟ يعني نزلنا مناطق شعبيه وكده وشفنا الناس اللي يعني سنها كبر وما اتعلمتش صح، ما تاسستش في تعليم بس فروحنا يعني ابتدينا ناسس في الناس شويه وشباب صغير برضه. احنا كنا بنطلع برضه، احنا بنطلع مع جماعه رساله كنا بنروح، كانوا مثلا بنروح الدويقه مثلا، كنا بنحاول نساعد، بنقعد مثلا مع الاطفال نتكلم معاهم نعلمهم حاجات، نتكلم معاهم في انجلش، بنعلمهم اكتر من حاجه تفيدهم مستقبليا، ان هم يعني اعتقد مستواهم مثلا في التعليم مثلا مش هيبقى بالكم المطلوب يعني. ممكن تحط في دماغه فكره ان هو يكمل تعليم بالظبط، احط في دماغه حد ذاتها انت بحبه التعليم بالظبط يعني ممكن اصاحبه مثلا واكلمه بعد كده هو عن التعليم، اعلمه هيستفيد مني، لما طالب لما يحس ان هو مثلا بيحب مثلا حد بيعلمه بيستفيد منه اكتر و يعني بيحب الحاجه اللي بيعلمها. طبعا مبادره يعني روحي مجدها ممكن يكون محتاجه برده شويه دعم مادي، يعني بتوفروا الفلوس ازاي عشان تعملوا مهرجان للثلج مثلا وتدعوا لي ناس، او ان انتوا تنزلوا الاماكن الشعبيه ده؟ على الاقل محتاجين وسائل تنقل، على الاقل محتاجين ادوات تعلموا بيها الناس. انتوا ده بالجهود الذاتيه ولا في حد بيرعاكم؟ لا هو احنا مع نفسنا كده، وبرضه الاستاذ اشرف برضه هو يعني كمؤسس وكده، فهو برضه الليدر بتاعنا او هو اللي بيقول لنا نعمل ايه، هو برضه المول الاول يعني. طيب هناخدكم حته ثانيه خالص، شايفين الايام اللي جايه ازاي؟ شايفين مشروع كبير زي مشروع قناه السويس شايفه ازاي؟ انت كنت متخيل ممكن حاجه زي دي تحصل في مصر؟ انت كشاب بتقعد تتكلم، بتقعدوا انتوا كمجموعه مع اصحاب بتتكلموا بتقولوا ايه في رؤيتكم للبلد؟ اتفضل. احنا والله هي كلمه واحده بس اللي بنقولها، البلد نطفت. البلد نطفت. كان احساس قوي جدا انه كان في مشكله جداً. في البلد في تغييرات حصلت كتير قوي، احنا بجد حاسين البلد اتغيرت، وكمان شباب كتير قوي ابتدوا يتوعوا كده يعني. الناس بقى عندها وعي. وهتنضف لما كل القمامه اللي في الشوارع دي تقول هي لسه بدري عليها، بس على الاقل على مستوى التفكير انت شايف ان في طيار ما مثلا ما كانش تفكيره سوي قوي فبإزاحته عن حكم البلاد ممكن يكون التفكير اتغير افضل، ده في رايك يعني؟ اه طبعا. طيب بس برضو التفكير اللي اتغير ده محتاج تفكيرنا احنا كمان كشباب يتغير. انتوا بدرتوا، هل شايفين زملائكم في المدرسه او اللي رايح كليه شايفين انهم بيفكروا بنفس الاسلوب؟ لان زمان كنا بنقول ان الشباب ما عندهمش انتماء، الشباب ما عندهمش معلومات حتى عن بلدهم. انتوا شايفين ان الشباب دلوقتي بقى عنده امل؟ يعني حتى لو مشروع قناه السويس ده ما كانش له اي هدف غير ان هو يبعث فينا الامل، الامل وصل ليكم؟ عندكم امل؟ طبعا ان شاء الله. هي برضو من السياسه برضو حضرتك برضو دي حاجه اقتصاد، حاجه مفيده للبلد، حاجه بتجيب دخل للبلد، ف بنفكر فيها يعني حاجه كويسه اكيد. ايام عايز اقول حاجه مازن ايه؟ لا انا كنت هقول ان اي حد يعني لازم يعمل اي حاجه لازم يكون عنده امل ويشوف هو هيعمل ايه الاول. والامل فيكم اصل يعني احنا يعني واحنا في سنكم كده بنحلم بكره هيبقى شكله ازاي. لكن انا هاجل السؤال ده الحقيقه حسام، ايام قليله قوي ونخش على الموسم الدراسي الجديد، سنه طيبه بنتكلم على كنا شفنا احداث في السنه اللي فاتت. الحقيقه الشباب ده انا متخيل انه مضحوك عليه وبيتحرك بحركات غريبه الى حد ما، مش هي دي اخلاقهم ابدا. انت شايف انه شكل الدراسه هيبقى ازاي؟ شايف انه التصرفات دي كانت شكلها ازاي؟ وهل هتتكرر تاني ولا لا؟ لانه كان في اتهام كبير قوي للشباب ان هو يعني سلبي ومش عايز يشارك وبيعبر باسلوب في شباب حتى كتير جدا غير محترم ان هو يحصل ده في جامعاتنا او في مدارسنا. اتفضل. في شباب كتير جدا بياخد الكلام بوعي، وفي شباب كتير جدا بيقول ده كلام ومش عارف ايه. واحنا برضو بنكمل
وبنشوف الشباب اللي هو ممكن يبقى معانا وبنضمه ليه. طبعا انتوا عندكم اتحادات طلبه، يعني الناس اللي عندها مبادرات زيكم كده في الحياه العاديه اكيد في الدراسه برده ممكن تكونوا ناويين ان انتوا تشاركوا في اتحادات طلبه. في الفكر ده انه برده يعني زي ما بننمي نفسنا اقتصاديا واجتماعيا ان احنا نخدم البلد، ننمي نفسنا برده سياسيا، القدره على التعبير، القدره على المشاركه في اتحادات، ولا ما عندكمش الفكر ده؟ لا، هو احنا اصلا حمله اقتصاديه، احنا مالناش دعوه، مالناش اي علاقه بالسياسه. انتوا بس قايمين لخدمه البلد باهداف اقتصاديه. بالظبط، مالناش علاقه بالسياسه. برضه لسه برضه السياسه برضه، بس على فكره الاقتصاد والسياسه وجهه عمره واحده. بالظبط، كلنا لازم نبقى لنا علاقه بالسياسه، اهو ده بقى من الافكار لازم نغيرها وانتوا غيروها. لا قصدي كلام عن السياسه نفسه يعني او عن البلد. لا ما بنتكلمش قوي. السؤال لحضراتكم الجميع، يعني شايفين بكره ازاي؟ فين بكره ممكن يكون احسن؟ يعني بينا ان شاء الله هيبقى احسن بينا ان شاء الله. يعني رسمين شكل مصر ازاي، بتحلموا بيه ازاي، الخطوات اللي بتتم وانتم متابعين، طالما انتم بتتكلموا في اقتصاد وعايزين تخدموا او تساعدوا البلد، ما حدش طلب منكم ده، دي مبادرات منكم انتم الخاصه، شايفينه ازاي، رسمين بلدكم ازاي، كل واحد بيتخيلها ازاي. احنا بنمشي خطوه خطوه لحد ما نكبر ونطلع للخارج كمان. بس احنا عايزين اشكركم جدا، وبتمنى ان شاء الله نكون بكره احسن من النهارده، وان شاء الله هو هيبقى احسن ليكم وبقى من المجموعات اللي هتضموها ليكم، حتى لو افكار بسيطه او صغيره، لكن في النهايه فكره على فكره ممكن مصر تقوم بالافكار الصغيره وبالحماس اللي عند اولادنا، وده المهم، يكون عندكم حماس ان انتوا تحسوا ان دي بلدكم وعايزين تخدموها. بشكركم حسام عزمي، احمد محمد، محمد اشرف، ومازن حسين، شكرا جزيلا ليكم. شكرا شباب. هنخرج لفاصل، بعد الفاصل باذن الله هنكون مع حضراتكم، والفقره اللي جايه محلاك يا مصري والحفاظ على التراث المصري، وضيفنا الدكتور حسن السعدي نائب رئيس مجلس علماء مصر لشؤون الثقافه والتراث، بعد الفاصل ان شاء الله.